السلام عليكم. بعد أن قمنا بإكمال إعدادات الحساب الشخصي للتدريسي وكذلك إعدادات الصف، سوف نقوم الآن بإكمال إعدادات المجموع، أي كيفية وضع السياق الطبيعي لمحاضرات التدريسي. طبعا هنا هذا السياق هو حسب ما يراه التدريسي، بمعنى أنه مثلا يريد يخلي محاضرة على شكل PDF اللي هي الرئيسية، ومن ثم وضع المحاضرة مثلا ملخص، من ممكن وضع فيديو لهذه المحاضرة، ومن ثم وضع assignment tutorial، وكذلك ومن ثم discussion عن إجمالي هذه المحاضرة، ومن ثم quiz. طبعا هذه الأمور كلها يحددها التدريسي، لكن قبل أن نخوض بهذا الموضوع خلي أولا نسوي فد شغلة مهمة اللي هو عمل الويت لجميع هذه الأمور. بمعنى يجب أن نحدد التدريسي أول ما تبدي السنة الدراسية يقوم مثلا بتحديد نتيجة الأوامر تجي، أنه مثلا خلي الكوزز عليها مثلا خلي نقول 10%، المهام عليها مثلا 20%، الحضور عليها 10% إلى آخره. فإذا بالبداية خلي نحدد ومن ثم نبدأ بكيفية عمل السياق الأسبوع لمحاضرات التدريسي. ففي البدء نذهب إلى الأسايمنت، بالضغط ها هنا نذهب إلى الجروب، نضع هنا التفاصيل اللي احنا نريد نخليها. مثلا أني أريد أنه أنطي درجة على المناقشات، فبالتالي أسوي جروب خاص بهذا الشيء، سيفه طبعا الاسايمنت مثل ما تشوفون هنا المهام هي باي ديفولت موجوده بشكل طبيعي. نيجي نكمل بعد اني ايش احتاج ايضا احتاج الكوزز اخلي لها فد نسبه مئويه من الدرجات اللي موجوده. اوكي بعد ايش احتاج ايضا بالنسبه للحضور، ايضا بالنسبه للحضور. اوكي فهسه بالتالي توزعت الشيء الرئيسي اللي تقريبا التدريس راح يطلبه من الطالب، من مهام، من مناقشات، من كويزز، وكذلك الحضور الطالب. اوكي شلون نسوي الويت؟ راح نذهب ها هنا على هاي النقاط الثلاثه، بالضغط ها هنا فراح يطلع لنا اسمنت جروب ويت، اضغط هنا اضع صح. هنا ظهرت لي هسه هاي التقاسيم اللي انا قسمتها. اوكي نجي هسه شنو انا ادخل لي مثلا بالنسبه للحضور، انا ادخل لي 10% على الحضور، مثلا بالنسبه للكوزز انا اريد 40% عليها، ايضا هنا مناقشات ايضا 10% عليها، فهنا بقت عندي اسايمنت ممكن 40%، وممكن لا يعني مثلا انا هنا اريد 50%. اوكي نحتاج هنا مثلا 50%، هنا انا اريدها مثلا 20%، وازيد هنا بالنسبه للمناقشات انا احتاج 15% والحضور ايضا 15%، وهكذا حسب الرؤيه اللي التدريسي يشوفها مناسبه الى والخواص الدرس اللي يقوم بتدريسه. كملنا اوكي وزعنا درجات انطينا التفاصيل مالتها، هسه وين نرجع من جديد على المجموع. نجي هسه اريد ان اسوي المحاضرات او الاسلوب المحاضرات لهذا الاسبوع. حقيقه هو يفضل انت تسوي مال اسبوعين، حنعرف ليش من سياق الكلام والعمل. انا هسه بالنسبه لي ادرس ماده الاحصاء، فبالتالي من اجي اريد اسوي خلينا نقول محاضراتي الأولى حسوي على هالنسق. أنا بطبيعتي من أريد أسوي نسق أسبوعي أسوي كما تشوفوا هنا، هسا أنا هذا الشكل الأولي للشغلات اللي حنطيها بالأسبوع الأول، بمعنى أنه أنا الفصل الأول والفصل الثاني كون الفصل الأول قصير جدا فدمجته ويا الفصل الثاني اللي هو عبارة عن فقط introduction مقدمة، ويا من ويا الفصل الثاني واللي هو frequency distribution. فمن أجي أريد أسوي أخذوا قاعدة، ما دام أنت تريد تخلي PDF، تريد تخلي فيديو، تريد تخلي أي شيء، تبدي بيج. بمعنى هسا أنا أول نقطة شو حسوي؟ حسوي فد إنترودكشن للمادة مالتي، شلون حاجة أشتغلها؟ راح أجي هنا أد
مجوال ضغطت هنا شنو اللي تريد تسوي؟ أنا بالبداية شو مقرر؟ مقرر أنا أسوي introduction. شو حسوي؟ حسوي هو introduction. آسف بالبداية لازم أخلي اسم المادة. أوكي. فراح نخلي اسم المادة. نقول له add. ظهر لي هسه هنا. هنا أنا مثل ما قلنا في الخطوة الأولى أنا أريد أخلي فد introduction للطالب يفهم المادة اللي راح يدرسها في هذا الفصل. فش راح أضغط؟ راح أضغط ها هنا على هذا الزائد add. شي يريد هسه أنت إحنا إيش قلنا؟ بما إنه أنت راح تخلي في الشيء يقرأ الطالب من محاضرة من خلي نقول كان بي دي اف او كان باوربوينت، فاذا هو تخليه على شكل بيج وليس على شكل اسايمنت. فراح اضغط على هذا السهم، راح اختار بيج، ومن ثم شرح اقول له جريد بيج. هنا لازم اسميها لهذه البيج، فانا شرح مثل ما قلنا في البدايه انا راح نضيف انتروداكشن بسيط عن الماده، فراح اقول له اوكي. فهنا راح اخليها بهذا النيم. كل شيء ما نشتغل هسه بهاي الحالات بعدين اقول لكم ليش. هسه في البدايه فقط اني حنسق شلون حتظهر المحاضره للطالب. راح اقول له هسه اد ايتم ضافها. هسه اني بالنسبه لي اني فقط قلنا باول شغله الطالب راح يعرف انه راح يقرا ماده الاحصاء وراح يقرا فد انتروداكشن عنها. هسه شريد ابدي انطي الفصل الاول، وقلت بما انه أنا الفصل الاول مالتي جدا قصير فدمجت الاول والثاني، فبالتالي حسوي ماجوال جديد، فاقول له اد ماجوال. ضغطنا هسه هنا راح نطيل الاسم لهذا الفصل الاول والفصل الثاني اللي هو هذا. اوكي نجي ناخذه من هنا نجي هنا، فراح اخليه. ايضا قلنا هسه ما اتلاعب باي اعدادات ثانيه مثل هسه هاي من انطي فد قيود معينه، حقول له هسه الاد. بقى هسه هنا شنو اللي ظهر عندي؟ ظهر عندي خلينا نقول خلينا نسميها هسه احنا صفحه جديده اللي هي تتعلق بمن؟ بالفصل الاول والفصل الثاني. اوكي هسه اسوي الاضافات، راح نسوي الاضافات بالنسبه للترتيب. أنا بالنسبة للفصل الأول مثل ما تشوفون أنا مرتبة، فقط عندي هو introduction بمادة الإحصاء، تعريف معينة عن مادة الإحصاء، هي هذا فقط اللي عندي بالنسبة للفصل الأول. فبالتالي إذا شلون حضيفها؟ راح أذهب إلى هذا الزائد ها هنا أضغط، حيقول لي أنت شو تريد؟ أقول له بيج مثل ما اتفقنا كونه أنه هذا لا هو assignment ولا هو discussion. أقول له new great new، راح هسه اقول له اوكي واحد واحد اللي هو introduction. اجي هسه طبعا نضعه، يعني احنا ما لكم دخل بالحكي الموجود هنا، امزحه واخلي الجديد اد ايتم. هسه انضافت انه انا عندي هسه بدايه introduction واحد واحد. بالنسبه لي خلص الفصل الاول اوكي، فش راح نضيف هسه بدايه الفصل الثاني، ايضا اخذ هسه كوبي. ايضا وين حروح؟ حروح على هذا السهم البسيط الصغير، اضغط عليه، ايضا اختار بيج، ايضا كرييت، اجي ها هنا لصق وانطي الاسم الاول. نكمل حسب المتطلبات اللي انا خالها بالنسبه الي للفصل الاول، لان انا هنا حنطي الماده اوكي من يعني من حيث الكتاب الرسمي المطلوب، ومن هم ملخص ها هنا حيكون ملخص عنه. فأيضا add page create لصق add item. حسب ترتيبي أنا ورا ما كملت المحاضرات اللي على شكل PDF راح نطيهم المحاضرات اللي هي من اليوتيوب اللي أنا مسجلها ومرتبها وناشرها على اليوتيوب. فبالتالي اذا ايضا راح اضيفها بايش؟ كصفحه. فراح اجي ايضا على هذا الزائد اقول له ايضا بيج كرييت، نذهب ها هنا لصق، ومن ثم نقول له اد ايتم. انا بما انه هنا محاضره مالتي مال يوتيوب هي عباره عن تو بارت، فبالتالي اذا ارجع اضغط ها هنا اجيب التسميه الثانية. اوكي. حنقول له بيج. حنقول له كرييت. حنطي الجزء الثاني
من الفيديو مسجل على اليوتيوب. أوكي، أنا بحد الآن ما خلصت الأسبوع الأول، أنا هسه لحد الآن متطلبات الأسبوع الأول. أوكي، حسب ما أنا واضعة بالخطة اللي دا أشتغل عليها. أوكي، شيء أنطي يجوز أيضا أنطي بعد أمثلة إضافية. أوكي، فش راح أسوي له أيضا بيج. ليش؟ مثل ما قلنا، إن كان PowerPoint، إن كان PDF، Word، Excel، فيديو، هذا كله تخليه على شكل بيج، كله تخليه على شكل بيج. نيجي نكمل أيضا زائد هنا بيج ريت. أوكي، ومن ثم لصق. ترى تشوفون ترى هي شغلة جدا بسيطة، فقط تكون أنت مرتب الشيء اللي تريده وعلى أساسه تضعه. نكمل اللي بعده. أحتاج أيضا المثال الثاني اللي أنا اللي منطيه ولا أريد أن الطلاب يقروه، حتى ورا ما كملت هاي الأمثلة أنا هسه شريد أسوي لهم، أريد أسوي لهم discussion، أتناقش وياهم على شيء أخذوه، فبالتالي راح أسوي لهم مناقشة ورا ما انطيتهم إذن introduction، ورا ما انطيتهم المادة بشكل تفصيلي ومن ثم الملخص عنها، انطيتهم شغلات أنا مسويها عن المادة باليوتيوب، انطيتهم أمثلة إضافية هسه حجي أناقشهم، حنطيهم فد سؤال معين ويصير بيناتنا نقاش على أساس ياخذون درجة عليه. بس هنا نجي ننتبه، من أجي هنا إذا لازم هنا شو حسوي؟ راح أدور على discussion. هنا ولا منطيت الديسكشن لازم تكتب السؤال، ولا بعد هنا هاي شغلة مهمة جدا، لازم تكتب السؤال هسه، لأن بعد شوية من تريد تطي الأكتف شي تريد من هذا السؤال، إذا ما كنت خالي هنا الشي اللي تريده كسؤال ما راح ينطيك عملية التفاعل مع الطالب. فلهذا راح أجيب السؤال اللي أنا أريد أسأله للطلاب. أوكي، أخليه هنا طبعا ولا ما سويت سكريت هسه نيم. أوكي، راح انطي هسه. أوكي، حقول له هسه آد، هسه انتبهوا هسه علي، بعد شوية حنطي للسؤال هسه بعد شوية، من لأن أيضا هو يطلبه من عندي مثل ما قلت لكم. وراها راح انطي الأسايمنت، الحلول، تدريس شريد من الطالب، حل مجموعة من الأسئلة أيضا يرسلها إليها لعملية الحل. أوكي، إذا نفس الحالة نكمل، بس هالمرة أنا شو راح أسوي؟ هالمرة راح تكون assignment، new assignment، أنطيل التسمية الجديدة وأيضا أربطها. بعد ما كملت هذا كله مثلا ممكن أنا أنطي للطالب مجموعة من الأسئلة، فد أسئلة كويس بسيط، هذا يكون للطالب على مود يكمل ما حتى أفهم ما افتهم من هذا الموضوع. أيضا أقول له طبعا أبقي أسايمنتين هو لازم يرسله إلي، وتحت ظل أنه لازم يأخذ عليها درجات. أوكي، أنا سأسوي فد رفرش حتى بس تشوفوني شلون هسه. شوف هسه ظهرت هسه هي بهاي الصيغة، هاي هي المقدمة اللي أنا سويتها على المادة أول ما راح يدخل الطالب. هنا هي مجموعة خلينا نقول الترتيب اللي راح يظهر للطالب واللي أنا أرغب في عرض المادة له، مثل ما قلنا في البداية اللي هو الاسم، اسم يونت 1 و 2 Introduction and Frequency Distribution. سويت الانترودكشن هي مجموعة من التعاريف الإحصائية اللي شافها وقراها الطالب. دخل هالسوين للفصل الثاني اللي هو مباشرة يعني حيشوف المادة الرئيسية عن Frequency Distribution، ومن ثم هنا المختصر بالنسبة إلى الشرح اليوتيوب الأول والثاني، أمثلة إضافية، ومن ثم مناقشة باللي قرأ، ومن ثم تعطيته مجموعة من الأسئلة اللي يجب أن يسوينا assignment، ومن ثم quiz. أوكي، طبعا من أجي هسه لحد هاللحظة تشوفون هنا هي مخفية بالنسبة للطالب. وشو نتأكد أنه هي مخفية؟ من أجي هسه student view، من أضغطها هنا اللي راح نلاحظ أنه كل شيء مظهر. هذا الطالب، هذا اللي يشوفه، ترى كل اللي يشوفه السيلباس حتى الماجوال ما موجود هنا رغم أن دا أشتغل به، بس لكوني لحد الآن ما سويت له يعني خلينا نقول ما انطيته ببلش، فبالتالي أكيد ما راح يقدر كل شيء يشوف الطالب. أوكي،
نرجع. زين خلينا نسوي الاسبوع الثاني، خلينا نسوي الاسبوع الثاني. اوكي طبعا طبعا هو توزيع الاسابيع والترتيب طبعا هنا حسب الماده مالتك، يعني ممكن انت الفصل الاول تاخذ به يعني خلينا نقول منها يعني من هذا اللي سويته اني فدي ثلاثه، يعني حسب الماده وتقسيماتها اللي تعود للتدريس. احنا دن نشرح في حاله احتاجت تعرض بي دي اف باوربوينت تستخدم بيج، في حاله تريد تسوي فد مهمه معينه تنطي حل تطلب من الطالب حلول بعض الاسئله راح اسوي له اسايمنت، تريد تسوي له فد مناقشه بالموضوع اللي قراه في الاسبوع الماضي حسوي له ايش ديسكشن، تريد مثلا خلينا نقول تسوي له امتحان حسوي له كويز. اوكي هسه شيء اني اوكي ايد اضيف هنا الفصل الثالث بعد ما كملت، فايش راح اقول له؟ حقول له هنا أنا add module، هنا أنا لازم أنطي التسمية، أحزم أنطي التسمية. شنو التسمية اللي أنا عندي اللي هي unit 3 اللي هي الماجورز، فراح أقول له أوكي. شوف أنا حدا ما تلعبت بغير شغلات، أنا فقط أضيف وسا أقول لكم ليش. حنكمل أوكي ظهر هسه بهذا، خلي نقول أخلي السياق اللي أنا أريد تظهر بالمحاضرة للفصل الثالث للطالب أيضا، فمن أريد أضغط وأضيف هنا أنا راح أجي على هذا الزائد، فمن أضغطها هنا أنا سأريد أضيف، أريد أضيف المقدمة لهذا الموضوع majors of distribution، فش راح أقول له أوكي. بما أنه هنا أنا حنطيه PDF إذا معناته لازم أرجع شخلي له أخلي له بيج، وبالتالي حقول له create new page وانطي التسمية مالتها وأقول له أوكي وأقول له add item. هسه نكمل حسب الترتيب هذا، انا شايد هنا انا حنطي سمري اوكي، راح اقول له كوبي، نجي ايضا زائد ايضا بيج ايضا كرييت، هنا مثل ما قلنا ما ندخل بالحكي الموجود بيست واقول له اد ايتم. بعدها شو احتاج؟ احتاج انزل لهم هسه الفيديو الاول عن المحاضره، فايضا نضغطها هنا بيج كرييت اوكي بيست، نقول له هسه اضافه. اريد هسه اضيف لهم الجزء الثاني من المحاضره على اليوتيوب، ايضا نضغط على هذا الزائد اد بيج كرييت بيج، ومن ثم نضع التسميه ها هنا ونقول له اد ايتم. بعدها هسه الاسايمنت الخاص بالفصل الثالث اوكي، الاسايمنت الخاص بالفصل الثالث ايضا بيج ايضا create new page، نضع الاسم ومن ثم add item. الشيء الاخير اللي انا محدده لليونت 3 انه اسويهم في الكويز بسيط، فبالتالي اذا راح أضيف أيضا add، بس هنا بما أنه quiz فإذا هنا quiz create new quiز، وهنا أنا شرح أقول له أضيف التسمية والآد. طبعا هنا أنا بعد أشوف ما قد استعجلنا غلطنا هنا فشي، هنا أنا المفروض هو شنو أسوي له edit، هنا أنا هو المفروض طبعا assignment يعني لازم مهمه لازم يدز لي، فاوكي شو راح اسوي انا بهاي الحاله؟ فراح امسحه اوكي، حقول له اوكي ريموف، حقول له ريموف مسحنا، ارجع اضيف له. هالمره انا شو احتاج؟ اسايمنت. شنو الاسايمنت؟ انا حدز له مجموعه اسئله خاصه متعلقه باليونت 3، حقول له كوبي اوكي طبعا كريت، هنا حقول له اد. حتقول لي اوكي بس مو صار الكويز قبل الاسايمنت، اقول لك ماكو مشكله، توقف على هاي النقاط كليك ايسر سحب نحو الاعلى وانتهى الموضوع. انا حبيت اشوفكم هذا الخطا حتى تفهم في حاله اذا اخطات شنو، حتمسح الشغل كله؟ لا عادي كمل تمسح الشيء اللي اخطات به بعدين وتسوي حسب الترتيب لتريبه، ومن ثم مثل ما تشوفون سحب ويعني خلينا نقول وتترك الفقرة يعني هي تروح للمكان المحدد لها. اوكي زين انا ليش سويت
اسبوعين، وكذلك انا بالبدايه اصلا مسوي انتدكشن. هنا بوقت يمك، انت تريد تغلق هذا الاسبوع بحيث انه مثلا نقول له اديت، حتقول له لوك وتنطيه تاريخ. مثلا انت المفروض محاضرتك لنفرض نضغطها هنا، محاضرتك لنفرض يوم 13 ساعة بثمانية الصبح، فتجي تكتب ثمانية أوكي اثنانة أي أم وتقول لدان خلاص. أنت هاي المحاضرة طالب حتى لو يعني هسه مكمل هذا الانترودكشن الموجود هنا، ما راح يشوف هاي المحاضرة إلا بيا يوم، إلا يوم 13 ماي ساعة بثمانية صباحا أوكي. أو تسوي، نسوي الترتيب الثاني. شنو هذا الترتيب الثاني؟ اللي هو السياق، انه اذا ما يفوت ويكمل انتدكشن الموجود بالاستاتستيكا ويكمل مجموعه من الشروط، ما راح يقدر يوصل للمحاضره اللي هي يونت 1 و 2. بمعنى اروح على هذا على الاستاتستيكا اقول له هسه اديت. نيجي هنا هسه للريكويرمنت، من ضغطت هنا ايش طلع لي؟ انه لازم الطلاب يكملون هاي الشغلات الريكويرمنت، هاي الشغلات اللي لازم يكملها ويطلع عليها يلا يقدر ينتقل للمرحله الثانيه. فنخلي هنا ستوديوم ماست موف ثرو، لازم ينتقل على اساس كلها. انت شو تريد؟ هاي الانترودكشن فقط يشوف الطالب لو يقول لك مارك از دون، او خلينا نقول هنا كم تو ذا بيج، بس انا يعني يفضل بهيش حالات البسيطه خليها مثلا فيو ذا ايتم اوكي، ونقول له أبديت. هسا صار لازم إلا يخلص هذا الأيتمز. نيجي هسا على الأيتمز اللي بعدها، صار جدا بسيط الربط. لهذا أنا قلت لكم رتبوا على هذا، أسوي لك أسبوعين وبعدين أربط بكيفك الكيفية. فنجي أيضا الإدت، أيضا هنا شوفوا هنا لازم بالبداية أسوي له هنا أد، هذا لازم أربطه بالقبلة، يعني ربطته أنا هسا بالإنترودكشن بمعنى الاستاتيستيكا. يلا أجي أكمل هسا شنو المتطلبات. شنو هي المتطلبات؟ المتطلبات الأول الإنترودكشن لازم يقراها، بس أنا شو راح أسوي هسا؟ حقول له لا سويها لي إنه اللي يأشر لي إنه هو قراها. أوكي الريكوايرد الثاني إنه وين حيروح؟ حيروح هسا لازم على الفريكونسي ديستريبيوشن يقراه أيضا ويأشر لي إنه كمل، او تريد يأشر انه فقط انه فيو ذا ايتم كيفك او مارك از دان. هي ترى نفس الشيء، هو المفروض ان شافها يعني قراها بالحالتين هو هذا القصد، بس انا حكمل على مارك از دان. نجي هسه الريكوير الثالث انه ايضا انا اريده يروح على الملخص ايضا يقراه ويقول لي دان او فيو يمك بقى هذا الموضوع، لأن هذا ما يحتاج يدز assignment، ما يحتاج يدز تعليق، فبالتالي من الممكن إنه فقط view ومن الممكن إيش mark as done. هسا نجعل البعدة هنا نسك يوتيوب، نعم لازم يكون شافه ويقول لي إنه mark as done. نكمل البقية أوكي اللي بعدها. نجي هسه هنا لان احنا وصلنا ايضا هاي فقط فيو، لان هاي يعني كانتركتيف انا منطيني هاي شغلات بصراحه، في شغلات هيك بيها المنصه بيها فيكات حلوه وجميله مثل الالعاب الاحصائيه، فاختاريت لهم شغلتين يشوفوها ويتهموها على هي شغله الفريكونسي ديستريبيوشن. نجي نكمل اوكي ننطي الثاني. نجي هسه هنا وصلنا ايش؟ الديسكشن. الديسكشن لا شوفوا الديسكشن من جد انطي، قال لي بس يشوفه اذا ما علق ما يكمل، اذا حترك على هسه على هالوضعيه. ليش؟ لان لازم اروح اني اكتب السؤال وفهمه شريد من عنده، يلا هنا بالماجوال ينطيني انه اوكي الطالب هل تريده يدز لك تعليق؟ هل تريده يدز لك تعليق ويشوف بقية التعليقات وإلى آخر من هاي الشغلات. فهسا أنا حقول له أوكي هسا فقط خليه يشوف الآيتم، خليه أكمل باقي الريكويرمنت. نجي هسا اللي بعده، اللي بعده شنو عندي؟ الأسايمنت باعوا مثل هذا المفروض إنه يقول لك سبمت أوكي. اللي بعدها
شنو بعد عندي؟ عندي الكويزز. حقول له اوكي اكيد اللي هو عبارة عن، واقول له هسه ايش ابديت. هسه انا وين حروح؟ حروح على الديسكشن. اجي ها هنا اقول له ايديت، حقول له اوكي ابديت. زين افتحها هسه الديسكشن، راح اقول له هنا ايديت حتى اضيف الشيء او السؤال اللي اني اريده. هسه السؤال اللي اني اريده، وكذلك مو بس السؤال، جميع الاعدادات، جميع الاعدادات اللي هي تكون على مود السؤال يتجاوب، راح نقول له كوبي. راح اجي هنا طبعا هذا اقدر اكبره منه. اوكي اقدر هنا نفس الحاله باعه الصيغه مالته، اقدر هنا بولت، هنا مثلا مائل. هاي طبعا هسه ان شاء الله اكو طبعا حتى حاله حال الوورد، بعد تشوفون هنا الشغلات انضافت، الايمج تطير الميديا، حتى مثلا كويجن هنا تيبل وتمشي، فالترتيب عليه ان شاء الله نتعلمه في يعني في محاضرات لاحقه. نجي نكمل هنا. شوف احنا يعني هنا لازم انه يدز تعليق حتى قبل ما يشوفه. هنا نفس الحالة الرد. هنا أنا كفيد أوكي أنا أريد. هل هو عليه درجات؟ نعم أنا أريد عليه درجات. هل تريد تخليهم يعني ينطون لايك؟ كيفك بقات أنت. شوف درجات أنت شقد تريد تعطي مثلا عن كل تعليق، لأن هو عليه صارت نسبة. هنا طبعا هو بوينت وليس نسبة مئوية. لو تريد كومبليت أو لو انكومبليت يعني مالتك ال يعني الجواب مع الطالب، وكذلك لتر كود والى اخره. تريد كاسايمنت، طبعا انا اريد هنا كاسايمنت جروب. نجي هسه اريد هسه هل للكل؟ نعم للكل. اجي لازم اخلي وقت للنهايه وايش وقت يبدي هذا الدسكشن، فراح نبدي خلينا نقول راح يبدي اليوم، خلينا نقول الساعه 6 اوكي بي ام دون. نجي هسه أنا شو وقت أريده يخلص؟ أريده مثلا يخلص خلينا نقول ثاني يوم، يوم 7. شو وقت يوم 7؟ أيضا بالستة، يعني أنطيتهم أنا يوم كامل. دون هنا نفس الحالة لازم يكون 7 ساعة بالستة. دون ولما كملت أقول له سيف. اوكي هسه اني سيفته. هسه ايش راح اسوي؟ حرجع على الماجوال، ارجع هسه وين؟ راح ارجع هنا واقول له ايديت، لان اني عندي بالدسكشن ما كملت مالت الاعدادات لان وقفني. بعدها شنو كان طلع لي؟ فقط فيو ذا ايتم. بعد هنا لا، طلعت لي انه يقدر يدز كاسايمنت يدز، ومن ثم ايش حتى ياخذ عليه درجه. اذا هسه اوكي هسه اقول له ابديت. خلصت هسه اني الاول ربطته بحيث ما يقدر ينتقل للثاني اللي هو هذا اذا ما يمر بالانترودكشن. هسه ايضا كملت يونت 2 ويونت 1 بحيث انه ما راح يقدر ينتقل لليونت 3 اذا ما يخلص الثالث. لكن اني لحد هاللحظه ما ربطت ايش ال 3 ويا من بالفوقا اللي هو اليونت 2، فراح اجي هنا اقول له ما يدخل للثالث إذا ما يخلص الثاني. ومن ثم أجهز أسوي requirement. أيضا لازم الطالب يمر بكلها هاي الشغلات. نجي لازم يقرأها، نعم، ويقول mark as done، وأكمل بقية الإعدادات مثل ما شفناها قبل شوية. ترى الشغلة والله حقيقة هي بسيطة، بس يحتاج لها أنه أنت بالبداية، وأكيد أنتوا هاي الشيء تسووه، ترتب الشيء اللي تريده، وعلى اساسه انت راح تشتغل. اوكي هسه احنا ايش كملنا؟ كملنا اللي هو المحاضره، بعدين ايضا الملخص. اوكي اها انا اي والبي هنا هذا خلصناه البارت 2 الدسكشن. سوري حعيدها لان من وقفت هنا. اوكي بارت 1 وهذا حيكون part 2، هذا حيكون الاسايمنت. هنا بالنسبه طبعا هاي كلها انا اريدها mark as done. هنا بالنسبه للاسايمنت لا، انا اريد يدز لي
الحل اللي هو مقرر أني حله. وبالنسبة للكويز أنا هنا أكيد لازم submit the quiz update the model. هسا أنا سويت المحاضرات، الأسلوب اللي راح تظهر للمحاضرات. طبعا لحد هاللحظة من نروح للستودنت فيو شو راح نشوف؟ الطالب ما ظاهر له كل شيء. ليش ما ظاهر له كل شيء؟ لأن أنا لحد اللحظة هاي ما سويت لإيش publish. شو نسوي لهم publish؟ هنا أنا رقم واحد بس أضغط على هاي صارت خضرة. هسا خلي نروح للستودنت فيو من جديد. شوف ظهرت له أول شغلة، أول شغلة اللي هي التدو. هنا أنا هاي الشغلة اللي هي أول حالة حينفذها الطالب، اللي هو أنت لازم تروح وتقرأ هاي الانترودكشن اللي أنا منطيها إلك، ومن ثم تكمل. أوكي زين، هسا حنسوي ليف ستودنت فيو. أوكي خلينا نقول له ليف. أيضا شو حقول له؟ راح أفعل له هاي. خلينا نشوف ايش راح يصير بالنسبة للطالب. هسا الطالب، هذا هو الطالب أمامكم، دخل هنا باعوا قام يشوف إيش هاي شغلات. لكن هو المفروض بعث هنا أنا إنه هنا must view the page، لازم يشوفه حتى إيش، حتى تدخل، لأن هذا إيش locked مقفل. فينفرض هسا الطالب دخل هنا، طبعا هسا إحنا بعدنا ما حملنا إحنا أي شيء، بس إحنا القصد نفهمكم إنه هسا شلون دا يشوف الطالب. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح هشوفكم شلون أضيف النفس هذا اللي أنا اشتغلته، راح أضيف محاضراتي إن كانت PDF، PowerPoint، Word، Excel إلى آخره. هقول له next، كملت هسا بقى دخل هسا وين؟ دخل introduction اللي هو الثاني. هقول له هسا next، okay. هسه ذاك انه سوين دخل بالنسبه للفريكوينسي ديستريبيوشن اللي هي المحاضره مالتي. حقول له اوكي نيكس وهكذا الان يخلصها. فراح ارجع، طبعا هذا هو اكاونت الطالب، حرجع للهوم. هسه حرجع للهوم بالنسبه بعد الطالب، بقى هو شنو اللي طلع التدو؟ فقط هو كمل لي وصل لهاي المرحله، وصل لهاي المرحله زين. فمن يروح الطالب الماجوال فقط بقى شنو اللي خلص؟ فقط خلص الانترودكشن اوكي، وبدا هنا بس ما خلص، يعني بدا بالانترودكشن بس ما قرا، يعني ما التقى اللي بعده، فبالتالي ظل كانه طالب شبيه ما وصل وما خلص. طبعا لما تيجي ترست حتى تجبر مثلا طالب يعيد منها ترسته، ترست ستودنت، بحيث الطالب حيرجع لك ايش كانه لازم يعيد الحالات كلها من جديد. باعوا حالات عادت من جديد. هسه نترك منظار الطالب. إذن ثواني. أوكي. إذن هسه هي هاي طريقة وضع ماجوال. وأنا قلت لكم ليه سويت أسبوعين حتى أربط وراها زر ربط كل السهل. يعني كل أسبوع أنت صعدة تقدر يعني هسه الرابع نصعد مثلا هنا الرابع، وتقدر مباشرة تربطه وما يوصل للطالب وما ينفتح إلا بعد أن يكمل. هي حقيقة شغلة أنه تربط ما بين الأسابيع والمحاضرات كيونت 1 و 2 و 3 كلش مهمة، حقيقة مهمة، لأن لازم تعرف هذا الطالب إيش كمل. لأن أنت من تدخل بس على اسم الطالب رأسا حيبين عندك أنه هو وين وصل وإيش كمل، حقيقة مهمة. صحيح انت تقدر تقول اوكي انا حصعدها الاسبوع باسبوع وتبين عندي، اوكي ما عندك مشكله، بس التهم لازم تخلي انه لازم يمر في جميع يعني خلينا نقول اللي انت خليته. شلون ساني خليت في البدايه المحاضرات الاصليه، ومن ثم المختصر الاول، ومن ثم مثلا الفيلم اليوتيوب الاول بارت 1 بالنسبه لي، ومن ثم البارت 2، ومن ثم قلت له روح حل الاسئله الموجوده مال الاسايمنت الثالث مال يونت 3، ومن ثم ادخل وحل. حتى مباشره اللي خلصها مو يروح مباشره على كويز ويمتحن ويقول لك اني خلصت، لا لازم يشوفها، لازم يفهم حتى تعرف هو وين دخل او ما دخل، حتى على اساس الاحصائيات حتى تعطيها من الدرجه من الممكن. وان شاء الله بالمحاضره اللي بعد هاي مباشره راح نقول شلون نضيف البي دي اف، الباوربوينت، الاكسل، الوورد والصوره اللي هي مثلا كمحاضرات. ونشوفكم ان شاء الله بخير وصحه وعافيه.